شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم. ورد اليوم الوجه قبل الأخير من سورة البقرة، الوجه رقم 48، الآية، إيه ده، آية واحدة بس؟ آه، آية الدين، أطول آية في القرآن، 282، ده رقم الإيه؟ الآية. نفتح المصاحف، ومعنا ومعكم في الاستوديو ضيف شاب في أولى جامعة السنة دي في كلية علوم جامعة القاهرة، لكن دراسته ما منعتوش إن هو يحفظ القرآن مع إنه مش أزهري. الشيخ عمر أحمد، إزيك يا شيخ عمر؟ أهلا بحضرتك يا شيخ. منور. منورك يا فندم. قلقان ولا حاجة؟ لا لا، مش قلقان صح؟ ما شاء الله عليك. الشيخ عمر، انت اختمت القرآن امتى؟ الحمد لله وانا في عمر 10 سنوات. 10 سنوات، ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. وبتراجع القرآن دايما وعندك ورد مراجعة ثابت؟ ده شيء لازم عشان حتى لا ينسى القرآن. حتى لا ينسى القرآن طبعا. طيب، قبل ما نبدأ ونسمع الشيخ عمر وندخل في التعليق مع حضراتكم على الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها بعض إخواننا وأخواتنا حال قراءة الورد، اللي حابب يتواصل معانا للقراءة عبر الهاتف هتظهر أرقام الهواتف تباعا على الشاشة، واللي حابب يتواصل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج وتظهر على الشاشة أيضا يتواصل معنا بإذن الله تعالى. قبل يبدأ بس الشيخ عمر، أنا بعيد التنويه على دورة حكايات الحروف اللي هي في أحكام التجويد، هتبقى موجودة بإذن الله تعالى وهتبدأ يوم السبت القادم في دار الحصري بالعجوزة. دار الحصري بالعجوزة، واللي حابب يتواصل مع الدار لتسجيل اسمه ويبدأ معانا الدورة ويعرف العنوان وأرقام الأرقام الهاتف موجودة على صفحة ألف لام ميم وعلى صفحة أزهار القرآن أيضا وعلى صفحة الشخصية، اللي حابب يتواصل معانا بإذن الله تعالى. جاهز؟ جاهز. جاهز إن شاء الله. يبدأ الشيخ عمر مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك شيخ عمر، متأثر انت بالشيخ جبريل لحد ما طبعا يعني واضح حتى من الاداء بتاعك، لكن برضو ده مش ادائك الطبيعي، انت برضو عندك شويه قلق، ده طبيعي. يعني انا ما زلت حتى الان عندي يعني شيء من القلق وانا على الهواء، فالامر عادي يعني مش مشكله. طيب عادي. انا عايزك بقى تتدخل معايا في الكلام عن الاخطاء الشائعه وعن الاحكام اللي موجوده في الايات والوقف والابتداء، تمام؟ لو ليك تدخل معايا. جاهزين؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي عم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا، انت عارف في خطا شيخ عمر بيقع فيه كثير من الناس، وانت انا اعرف انت بتعلم القران، تعلم اطفال تقريبا صح؟ تمام صح. يعني انت بتمارس يعني تعليم القران، ودي يعني اجمل شيء الواحد ممكن يعمله، ان هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. طب ناخد فاطمه وبعدين نكمل. تمام. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيك يا فاطمة، ربنا يبارك فيك. ينفع اقرأ؟ اقرأي اتفضلي. انا هقرأ ان شاء الله وابي هيقرأ بعديه. طيب نسعد بيكي وبأبيكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بس يعني خلينا نقف هنا، خلينا نقف هنا عشان برضو ايه يعني الآية، هو آية واحدة بس اللي معانا، فلو خليناها ورد يعني هتاخد وقت كبير جدا في القراءة. ربنا يبارك فيك يا فاطمة، انت عندك كام سنة يا فاطمة؟ 12 سنة. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. ختمة القرآن ولا يعني انا في سورة الأنفال. في الأنفال مش يعني من الناس إلى الأنفال. طب شد حيلك بقى، قربتي اهوت يعني. ربنا يبارك فيك يا فاطمة. اتفضل أبي. ادينا الوالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو فاطمة أهلا بحضرتك. ازيك يا مولانا، بارك الله فيك. الله يرفع قدرك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبارك لك في فاطمه واخواتها. تقبل الله منا ومن صالح الاعمال، ربنا يحفظك ويعافيك. امين. الله خير، بارك الله فيك. تفضل ان شاء الله. اتفضل اكيد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ما شاء الله عليك أبو فاطمة، ربنا يبارك فيك ويبارك لك في فاطمة وفي الأهل جميعا إن شاء الله. واضح أن فاطمة مستواها كويس، عشان الوالد كمان ما شاء الله عليه مستوى طيب جدا. بس يعني أبو فاطمة بدأ بداية، أنا عارف أنه هو يقصدها، يعني بدأ بإلا، هل يجوز البدء بإلا؟ يجوز. إلا يجوز إذا كانت بمعنى لك تمام، لكن إذا كانت أداة استثناء ما ينفعش خلاص نفصل، صح كده؟ فبدأ بيها على أن هي إيه؟ ليست بأداة استثناء. وبعدين وقف كمان على واتقوا الله، وبعدين بدأ ويعلمكم الله. ينفع أوصلها وينفع أقف أقطع؟ يعني أحد مشايخي كان يقول ليس شرط للتقوى، ليس شرط أن يكون هناك علم بسبب التقوى، ولا أن يكون العالم متقي لله أو اللي عنده علم يعني. فالفصل هنا للبيان، واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا جميل جدا جدا من الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم أبو فاطمة. انا احسب ان هو الشيخ ابراهيم، ما اعرفش هو ولا لا، انا يعني ايه صوته مش غريب علي. طيب، يا ايها الذين امنوا، انا كنت هتكلم على حاجه صح؟ اه كنت هتكلم على خطا شائع في ايوه اللي هو ايه، يا ايها فصل يا لا بياتي بهمزه قبل المد بسبب انه قطع الصوت، هي يا ايها يا ايها كده ايه، أتى بهمزة أو شدد الهمزة بعد المد. ناخد دكتورة إيمان وبعد نكمل. دكتورة إيمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك؟ في نعم والله الحمد لله، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، الله يكرمك. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، ده عندنا إخفاء ماشي كويسة، إذا تداينتم بدين، عندنا برضو إيه الميم مع الباء إخفاء برضو تاني، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تمام، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. نبين كاتب بين التنوين، نبين إظهار النون هنا، ولا يأب كاتب أي كاتب أن يكتب كما أن يكتب كما علمه الله، أي كتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. نخلي التأمر أكثر من كده، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل، بس الغنى معليه، أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم من رجالكم،
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. برضو غنة فرجل. أصحابك عارفة مين اللي بيقرأ بعدم الغنة مع التنوين والساكنة مع الواو والياء؟ من طريق الشاطبية سيدنا خلف عن حمزة. تمام؟ فأنا عشان ما بقاش فيه تركيب قراءات فخلينا نبين الغنة. فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. حلو قوي، بس عايزين نبين بقى الغنة والترقيق بتاع التاء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بارك الله فيك ولا دكتورة. بارك الله فيك دكتورة، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. يعني هي بس النهاردة الملحوظة اليوم هي موضوع الغنن واستكمال الغنن وبعض التخليصات البسيطة، لكن ما شاء الله عليك ربنا يبارك في جهدك وفي صبرك عليا كمان. يعني فأنا كنت بتكلم على إيه شيخ عمر، إن يا لو أنا قطعت صوت المد هنا آتي بهمزة، أنا بقول السماء، مش هنا جبت همزة؟ يا أيها، يبقى أنا كده شددت الهمزة، أتيت بهمزة إيه؟ زيادة ساكنة، أيوة زائدة، ساكنة قبل المتحركة. تمام؟ تمام. وده الهمزة لا تشدد أصلاً، يعني لثقة للنطق بالهمزة المشددة ما عندناش في القرآن ولا في كلام العرب همزة مشددة أبداً. ما تلاقيش همزة ساكنة بعدها متحركة أبداً في الكلام ولا في القرآن. شوف بقى تخيل بقى أنها صعبة جداً وإحنا نقع في هذا. يعني ده دليل على ان احنا بنصعب على انفسنا. يعني تلاقيه يضغط على الحروف واختنا يعني عايزه تحقق المخارج فتضغط على الحروف فتولد ايه؟ حروف زائده بسبب الضغط. لا خالص. يا ايها الذين امنوا، سهله صح ولا صعبه؟ صح. طيب تمام. يا ايها ده مد ايه؟ منفصل. تمام. امنوا اذا مد منفصل. ده واجب جائز المد ولا واجب المد؟ جائز المد. اه يعني لنا المد ولنا ايه ما نمدوش، يا اما نقصره حركتين او نمده أربعة أو خمسة من طريق الشاطبي. تمام. الى اجل زيها برضو بالضبط. يعني الى اجل مسمى. الله، مسمى لو وقفت عليها بقى بألف وانا مش ألف. اه اتفقنا من قبل ان كل تنوين بالفتح تمام عندما اقف على الكلمه التي تنتهي بتنوين بالفتح اقف بايه؟ بالف. بالف الف الايه؟ العوض. تمام. الا في التاء المربوطه. هي دي هنا في تاء مربوطه؟ ما فيش تاء مربوطه. لا ما فيش هنا تاء مربوطه. تمام. يبقى انا هنا ما عنديش عله لان انا ما يعني ما اثبتش الالف، يبقى اثبت الف الايه؟ الف العوض. يبقى ايه؟ مسمى. طب اذا وصلت يا عم الشيخ ما فيش عندي الف خلاص، مسمى فاكتبوه. طب سواء ثابت الالف او مش ثابت، ممكن تلاقيه ثابت في الرسم، يعني ممكن تلاقي الكلمه ثابت فيها الايه؟ الالف. الالف الالف العوض عن التنوين، وممكن ما يكونش ثابت. لو ثابت او مش ثابت لا يثبت الا عند الوقف فقط في الوصل. اذا كان ثابت في الرسم انا مش شايفه. تمام كده. طيب وليكتب بينكم، عندنا هنا ادغام باءات، الباء الساكنه مع الباء المتحركه وده اسمه ايه؟ ادغام مثلين صغير. يبقى كل باء تقابلني في القران ساكنه ياتي بعدها باء متحركه، كل سين تقابلني في القران ساكنه ياتي بعدها سين متحركه، كل شين في القران تاتي ساكنه ياتي بعدها حرف مماثل ليه على طول والاول ساكن والثاني متحرك على طول بشدد. بيتم الايه؟ الادغام، وينتج عن الادغام ايه؟ التجديد. التجديد. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الميم مع الباء ادغام بغنه. كاتب بالعدل. ميم مع الباء ده اقلاب. اقلاب. كاتب بالعدل تنوين مع ايه؟ مع باء. يبقى انا ليا في ايه؟ كاتب بالعد ده ميم. لخبطني دي انا اللي لخبطت. وليكتب بينكم كاتب بالعد. وليكتب بينكم كاتب بالعد. ميم مع باء ده اسمه ايه؟ ده اسمه اخفاء على طول. تمام؟ تنوين مع باء يا شيخ. تنوين مع باء. التنوين النون الساكنه. تنوين نون ساكنه. تنوين ميم ساكنه. اول ما تقابل الباء المتحركه على طول على طول بعمل حاجه اسمها ايه؟ مع التنوين والنون الساكنه بعمل اقلاب. تمام. طب مع الميم بعمل اخفاء. وكله بيؤدي في الاخر الى اخفاء ميم ساكنه عند الباء. يبقى ايه؟ كاتب بالعدل. بالعدل. ك
كتير من الناس بقى يضيع اللام بالعد. ينفع كاش خمر؟ لا طبعا ما ينفعش خالص، صح كده؟ يبقى ايه بالعدل، لابد من قلقله ده، ولا اقول بالعدل ما تنفعش، لازم قلقله الدال مع ايه اسكان اللام، صح ولا مش معايا؟ صح. وقف. طيب، ولا يأبى كاتب ان يكتب، ينفع هنا ان يكتب؟ لا. طب لو انا بدات بعديها قلت ايه كما علمه الله فليكتب، ايه رايك؟ صح. طب ضعف جميل جدا وبدايه جميله جدا، بعض القراء بيقف على هذا، تمام، فينفع الوقف عليه وينفع الوصل، لكن احنا اعتدنا دايما على الايه على الوصل. وده المعتاد، وده المعتاد. خلاص، مالكش تعليق في اللي انا قلته؟ طيب لو في تعليق خش معايا على طول، ما عندكش. ولا يأبى كاتب ان يكتب، ينفع نقف هنا؟ اقف هنا. وابدا بعديها اقول ايه كما علمه الله فليكتب، جميله جدا والله العظيم، صدق. وابدا ايه وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه. القاف هنا اذا قفت عليها بتاعت الحق، اقف عليها بزمن الحرفين، الذي عليه الحق، اذا وصلت ببين برضو التجديد، لكن بين التجديد مع بين القافين الحق، اذا وصلت يبقى ايه وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، تمام كده. ولا يبخس منه شيئا. انت ليك في الانشاد والحاجات دي ولا مالكش في القصه دي؟ لا، كان قديم، كان زمان، كان قديما. طب ما نحاول نعيد الموضوع ده. يعني طيب. يعني انت لو ليك في، يعني حابب انك انت اسمعك، يعني هو كان يعني لما كنت طفل، لما كنت في ايام، لما كنت طفل، لا لا، او لو في ابتدائي، في ايام ابتدائي بس. طب ابتدائي لسه ما بعدتش قوي، يعني كان في اعدادي وثانوي، يعني في النص. هو مش على كده، بس تذكر بس الانشاد. لكن انت كنت غاوي ده فعلا يعني؟ طبعا، يعني تربيتي وكده اهوت، والوقت المحيط بيا كان يعني احب في المجال ده جدا، يعني في كل ده، حفظ القران الكريم والانشاد، يعني ده كان، يعني كان ده، يعني انت بالفعل كنت كده يعني وانت صغير كنت بتحب قوي تنشد وتقول اناشيد وفي مجموعات ولوحدك كده تعيش مع نفسك كده، ايه وانت ماشي رايح مشوار ولا حاجه. طب وليه اهملت الامر دوت يعني؟ شوف، دايما البيئه اللي انت يعني بتعايش فيها لازم هيكون لها اثر عليك، يعني تمام. سواء كان في تربيه او انت تاثرت فيها في الاول، وبعد كده لما بقى بدات تكبر شويه وتغير مجالات الحياه وضغوطات وحاجات، طب انت في كليه علوم صح؟ تمام. وكليه علوم كليه من الكليات اللي هي اللي فيها شغل كتير، فيها عملي وفيها مواظبه على المحاضرات والسكاشن. طيب انت بتلاقي وقت للمراجعه ولا؟ شوف حضرتك، هو انت يعني على قدر ما تستطيع انك لازم تخصص ورد يومي ليك، تمام على يعني خير اعمالي ادومها، تمام، وان قل تمام. فهو ده الافضل، يعني انا ده المفروض بعمله، ان انا اعمل ورد يومي ليا، براجع فيه على الاقل ما يقلش عن ربعين في اليوم، تمام. ربعين قليل قوي. ما هو حضرتك الوقت يعني، حتى ان ان شاء الله يعني ربنا يكرمني، انا يعني بقدر يعني استمر على 40 دوت في اليوم، بس بشكل مداوم، ان انا استمر على ختمه معينه، تمام. ده هيبقى احسن، بدل ما ان انا اقول ايه لا ده انا هاخد جزء في اليوم ده وهفضل استمر عليه، استمر عليه اسبوع ولا حاجه وبعد كده ترجع تقعد تاني، اسبوع وخلاص اقعد تاني، خلاص القعده دي ذات نفسها هتبقى ضرر عليك، تمام. بعد القعده دي انسى بقى، يعني انت ممكن تعيد تاني، تبدا المراجعه بقى كل شويه، ايه هقول لا ده خلاص بكره هبدا اراجع، لا بكره هبدا اراجع، تسويف والنفس اماره بالسوء. لا وكمان يعني برضه انشغالات، يعني لو انت على 40 افضل من ان انا ما يبقاش عندي ورد مراجعه خالص ويسقط مني، وطبعا في الزياده، طبعا في وقت متاح بزيد، لكن قبل كده كنت بتراجع بشكل اكبر. لا قبل ما شاء الله، يعني كنت في اولى وثانيه كان الوالد يعني ملزم ان انا 5 أجزاء في اليوم، بيلزمك بخمس اجزاء في اليوم؟ 5 أجزاء في اليوم في اولى ثانوي وثانيه ثانوي. لا ايوه، من اول اولى اعدادي لحد من اولى اعدادي. من اولى اعدادي. طب ما ده يبقى كده ثابت معاك القران بشكل كبير جدا، يعني انت واجهتك حتى ده اللي ايوه ده اللي اثبت عليا، ان هو 5 أجزاء في اليوم كل اسبوع لازم ختمه. صلى الله يبارك في الوالد. امين، ربنا يبارك فيه ويحفظه. يعني طب اخواتك حافظين القران برضو ولا؟ واضح الوالد مهتم بموضوع القران. طبعا يعني اخواتي لحد ما حافظين القران، بس لسه ما فيش حد فيهم ختم. لكن انت اكبر اخواتك؟ بيحفظ. ما شاء الله. طيب ما يعني هتلاقيهم لسه بقى يعني في منتصف الحفظ، يعني ما شاء الله، صلوا يبارك في الجميع. طيب نكمل بقى كلامنا، نكمل كلام. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، كتير من الناس يقول أو لا يستطيع أن يمل، يستطيع وده خطأ طبعا،
لحن جلي. ناخد بالنا موضوع التشكيل ده عشان مهم جدا، لانه التشكيل في معظم الاحيان في القران يغير معنى، وربما لا يغير معنى، لكن هو في معظم الاحيان بيغير معنى. يعني اما اخلي المرفوع منصوب او المنصوب اخليه مرفوع، ده ممكن يوقعني في مشكله كبيره جدا، ان انا الخوف بقى والخطوره في ان انا بكذب على الله، طبعا بدون قصد، يعني احنا بنتكلم على بدون قصد، لكن المفروض مطلوب مني ان انا اتحرى، صح كده؟ صحيح. مطلوب مني ان انا اتحرى. طيب يبقى انا محتاج اصوى ايه اللي بياخدها، بياخدها ايه؟ سفيها او ضعيفا او لا يستطيع. ايوه بيعطيها يعني. او لا يستطيع ان يمل. مهم قوي بين الغنه، لان في عندنا راوي لا يضغن بغنه، يقول ان يمل له، لكن عندنا ايه؟ رواية حفص ان يمل. يبقى احنا عشان ما نوقعش في تركيب القراءات والخلط بين القراءات، محتاجين احنا ايه؟ نبين الغنه. بس في ناس بتعمل غنه بقى يا شيخ عمر غريبه جدا، يقول لك ايه؟ ان يمل له، وفي ناس ما بتجيبش غنه خالص، يقول لك ايه؟ دي يا صفيه. ان يمل له ما تنفعش. الحاجه وسط، هو حتى قراءه القران فيها الوسطيه، احنا دايما بنحب الوسطيه. تمام. وديننا دين الوسطيه. تخيل بقى قراءه القران كمان تحتاج منها وسط، لا نبالغ ولا نتعامل بايه؟ بشده. يعني بتراخي، ما نبالغش بقوه واحنا بنقرا، ولا يبقى القراءه محتاجه مننا امر وسط، ان احنا نقرا ايه بشكل اسهل. ان يمل له، تمام كده؟ واذا قفنا عليها نقول هو، لكن اذا وصلنا هو. تمام. فليملل وليه بالعدل، برضو جات لنا العدل تاني اللي هي ايه؟ الدال الايه؟ الساكنه. أيوة. وبعدها لم اوقف عليها. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لو وقفت هنا ينفع؟ يجوز جائز عشان النفس. تمام. لكن المعنى هنا ما اكتملش. ايوه. طب اصل لو ما فيش رجلين يبقى رجل في نتيجه مترتبه. أيوة. على الفعل. تمام بالضبط كده، احسنت. يبقى الاولى الوصل، لكن قصير النفس يقف. تمام. فان لم يكونا رجلين فرجل، برضو الغنه هنا لابد انها تبان، فرجل وامراتان ممن ترضون. هل ازمنه الغنه واحده ولا مختلفه؟ يعني مثلا لو عندي اخفاء وعندي ادغام بغنه، المفروض ان كله يتساوى حركتين. خلينا نقول على سبيل التقليد. تمام. عشان انا مذهبي ان هي ايه الاصل فيها التلقي بالمشافهه، لكن يعني العلماء قربوا لنا الامر بايه؟ بانها حركتين تقريبا. تمام. تمام. لكن كل الغنه تتساوى في الازمنه، تتساوى في الازمنه. النون المشدده تتساوى مع اخفاء النون عند الفاء مثلا، تتساوى مع ادغام النون الساكنه مع الواو والياء، كل الغنن تتساوى في الزمن. ولا تختلف؟ تتساوى ماضي. فما ينفعش ان انا اجيب غنه وغنى تضيع مني، اسقط غنه واتي بغنه، ما ينفع. يبقى لازم ايه؟ الغنن تتساوى ايه؟ كلها. تقى، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا تقى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ في نعم والله والحمد لله. اقرا؟ اتفضلي اكملي بقى ان شاء الله. من اول فين؟ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. بس خلينا يا تقى ناخد بالنا من ايه؟ من الهمزه الساكنه. ولا يأبى الشهداء. ولا يأبى الشهداء، يبقى انا كده حركت الهمزه. ماشي. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ذلكم أقسط عند الله. خلاص السين بقى. أقسط عند الله. ذلكم أقسط عند الله. لسه في شبهة صاد. أنا سامع أقسى، هي أقساسط. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها،
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إن شاء الله عليك يا تقى، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك يا تقى. نكمل كلامنا بقى. يبقى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون. ناخد حاجة عطيات. طيب حاجة عطيات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟ ازاي حضرتك حاجة عطيات، ربنا يبارك فيك. الله يخليك، وازاي القائمين على القناة جميعا يا رب، كلهم بخير وفضل ونعمة من الله. ونعمة بالله ونعمة بالله. أقرأ إن شاء الله. اتفضلي، والشيخ عمر منورنا كمان بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم مش طم بقى. نعم مش طم، إذا وقفت عليها تقولي إيه؟ إذا تداينتم. أيوه، ما أنا غنيتها يا شيخ أشرف. لا أنا فخمت التاء شوية بس عشان أنت قلقانة شوية. ابدأ بقى من الأول كده وبالراحة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. طب ما أنا أقول لك على حاجة بقى، صلي على النبي. نعم. ما ينفعش نجيب مد مرة ونوقع مد مرة، كل علامة نوجة تقابلنا علامة المد دي هنمد. حاضر، أنا بس عشان النفس والله. حاضر. طب خدي نفس كده، خدي نفس قبل ما تقرأي. حاضر. إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا يكتب. لا 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 لا، ده في توكيد. نعم. هنا ولا ده في أمر هنا، وليكتب في أمر هنا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتب كما أن يكتب علمه. أي يكتب. أي حاضر. أي يكتب كما علمه الله. حلو. تاني بقى نعيدها تاني. حاضر. ولا يأب كاتب أي لا منقفش على يكتب. منقفش على التنوين. نعم منقفش على التنوين. حاضر. ولا يأب كاتب أن يكتب كما يكتب علمه بقى. الله. نبالي الفتحة. أي يكتب كما علمه الله. علمه الله، ما شاء الله عليك. ها علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله. تقف عليها ايه بتاعت الحق؟ وليتق الحق. ايوه كده مبين الضمه بقى. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. خلاص سين بقى. حال لا يستطيع أن يمل هو فليمل. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انت الان ليه بتجري ليه؟ أن يمل هو مش يمل، عشان يبقوش اتنين. أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وأشهدوا شهيدين. لا لا معلش. اه براحتك. واستشهدوا. ايوه تمام كده ما شاء الله عليكي. معلش انا والله ساعة ما حضرتك بتقول لي حاجة مش عارفة بتلخبط ليه. طب ما انا ما ينفعش ما اقولكيش، ربنا يبارك فيك. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لا مفيش يا شهيدين من رجالكم. شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لا مفيش قالك. ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء أن تضل
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما خبرة بقى ماشي كويس قوي فتذكر فتذكر إحداهما لا رام فخمة فتذكر رام مفتوحة فتذكر إحداهما لسه بالترقية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النبي تاني صلى عليه يا نبي عليه الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام فخم الرابع فتذكر إحداهما فتذكر انقطع الاتصال كنا عايزين نسمع فتذكر من حاجة عطيات ان شاء الله ربنا يصبركم عليا والله يعني ما شاء الله الحاجة عطيات دي من الناس الطيبين جدا جدا اللي يعني من امهاتنا محبات القرآن يعني ربنا يبارك فيها وفي كل من يتصل عليه ومن يتابع طيب عايز تقول حاجة لا مش عايز تقول حاجة هو كنت هعلق على حضرتك بس انت قلتها لا قول طب اللي هي الموجه في المجد احنا يعني مره نسقط مد منفصل ومره ايه نجيبه امشي كله ايه رتم واحد تمام يبقى انا اقرا على طول طالما انا لسه مبتدئ وبتعلم القران وبقرا القران بدون معرفه للاحكام بشكل كبير قوي ممكن يكون عندي معرفه بجزء من الاحكام تمام. يبقى انا محتاج ان انا في المدود اول ما الاقي علامه الموجه ديت دي دليلي ان انا امد ده اللي تقصده يعني أيوة طيب. لكن ما اعتمدش بقى على ايه على ان انا عندي يعني ان انا اجي اتي بمد واسقط مد على اساس ان انا عارف وانا ما عنديش معرفه كبيره قوي بموضوع الايه موضوع الاحكام احكام المد مين معايا زين الحاجه زينب السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك يا اشرف الله يكرمك ربنا يبارك فيك حاجه زينب مرحب بك حضرتك يا شاب جميل ربنا يبارك في عمره يا رب يبارك فيك وفيه ان شاء الله وفي مشاهدينا الكرام يا جماعة يا رب امين يا رب امين يا رب العالمين امين حاجه فاطمه كده مش عارفين هنبتدي من ابدا بقى من طويله قوي لا لا ابداي من واستشهدوا انت هتقراي طبعا بروايه ورش ان شاء الله ربنا يبارك اتفضلي كلها مدود بقى ربنا يستر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لا قبل عندي همزتين شهداء ينتظل تمام الشهداء ينتظل تمام عندي اثنين في نفس الآية دي يا شيخ أشرف تمام فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 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 ليه 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 فتذكر فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء وإذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بارك الله فيك يا حاجة بارك يا شيخ حاجة زينب يعني متعودة تقرأ معنا برواية ورش على الإمام نافع المدني
نكمل ولا في اتصال؟ لا مفيش اتصال. طيب نكمل كلامنا. ولا يأبى الشهداء، يعني كتير من الناس يأتي على الهمزة الساكنة ويحرك الهمزة الساكنة. معانا أخونا متولي بقالنا كتير ما اتصلش علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ أشرف؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. ازيك يا متولي؟ مع حضرتك. ازيك يا شيخ متولي، ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يحفظك. يقرأ منين؟ بقالنا كتير منين يبقى ورش، لكن بقالنا كتير ما سمعناش صوتك يعني. ربنا يكرمك يا مولانا. الله يكرمك. برحب بضيفك الكريم. اهلا بيك، ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. من بداية الورد بقى. يقرأ منين؟ من بداية الورد، من أول كنتم؟ من أول آية الدين. معلش يا شيخ متولي. أيوة يا مولانا. من أول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. ماشي حاضر. من أول الورد؟ من أول الورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا سيد. أيوة اتفضل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تركابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك، عشان بس اخر اتصال، فانا عشان كده طولنا معاك وقرات الورد كله وشيخ متولي، وانا كمان بحب اسمعك يعني، ونرتب بقى ان شاء الله تبقى معي في حلقه قادمه باذن الله تعالى قريبا يعني. مخرجنا محمد حسام بيقول لي معايا دقيقتين، تحسب بالوقت؟ لا والله يعني. الوقت عدى بسرعه كده. طيب انا حابب ان اسمعك بقى حتى ولو في دعاء نختم بيه. تمام؟ ولا كما تعرف دعاء. عندك استعداد للدعاء؟ ان شاء الله. بتعلي صوتك كده يعني نؤمن خلفك انا ومشاهدينا الكرام. ماشي؟ صلى الله يتقبل يعني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت،
تباركت ربنا وتعاليت، لك الشكر يا الله على ما أنعمت به علينا وأجليت. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بس عايز أوصل بس حال أخونا عمر، عمر جاي من الجامعة على هنا، فيعني واضح ان هو فاصل زي حالاتي كده. الله المستعان، يعني الله المستعان. ان شاء الله يعني نلتقي بك في حلقه قادمه باذن الله تعالى، تكون بقى مش جاي من الجامعه باذن الله. اكون انا عارف يومك، اكيد يومك كان طويل جدا جدا وكان مرهق ومجهد. الله يكون في العون، الله يكون في العون وفي اجهاد. يعني في نهايه الحلقه بشكر الشيخ عمر احمد، بارك الله فيك واحسن الله اليك، وجعلنا واياك من اهل القران، انا وانت والسامعين. قولوا امين. امين يا رب العالمين. كما أشكر كل من اتصل علينا وكل من شاهد هذه الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج ألف لام ميم، وعلى رأس فريق العمل في هذه الحلقة أخونا محمد أسامة، بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الثلاثاء القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلم.